قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا في الظلم غير المسلم المعصوم، فإن من ظلمه فحجيزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.